بسم الله الرحمن الرحيم. نداء إلى كل السوريين المغتربين، يا جماعة أنتوا شو عم تستنوا؟ معقول هيك تضلوا ساكتين وما عم تعملوا شيء؟ صحيحكن عم تتفرجوا على التلفزيون ومتضايقين وعم يتقطع قلبكن على الشيء اللي عم يصير، بس هاد ما بيكفي، لازم تتحركوا، لازم تطلعوا تتظاهروا قدام السفارة السورية بالبلد اللي أنتوا فيها وتقولوا إنه أنتوا الجالية السورية بالبلد الفلاني ضد نظام الأسد، ضد الإجرام اللي عم يصير، ضد انتهاكات حقوق الإنسان اللي عم تصير هلا عنا بسوريا. واهم شيء انه لازم تطالبوا بطرد السفير اللي هو ما بيمثل الا نظام الاسد المجرم وما بيمثلنا نحن. يعني لازم تتحركوا وتساهموا باي شيء بالثوره، تساعدوا اهلكم اللي بسوريا اللي عم يضحوا بارواحهم واهلهم ومالهم ووقتهم وكل شيء. مشان شو؟ مشان تصير بلدنا من احسن البلدان، ومشان تصير سوريا حره وديمقراطيه، مشان ترجع تعيش ببلدك اللي انحرمت منه بسبب هالمجرم اللي عنا، مشان تعيش حياه كريمه وتحس انه انت عايش ببلدك وحقك ما عم يضيع. مانك مذلول، مالك مهان وحاسس انه هالبلد مو الك. فمشان هيك حرام انتو تضلوا قاعدين واهلكم هنيك عم يتعذبوا. انتو اذا كل يوم بتطلعوا قدام السفاره وطالبتوا بطرد السفير الاسد اللي فيها، اكيد اكيد بالنهايه رح ينقلق. وانتو بهالحاله ساعدتوا كثير بالثوره، لانه اذا كل بلد انقلع السفير السوري الاسدي منا كثير بيضعف النظام. فمشان هيك لازم كل يوم تضلوا عم تطلعوا لحتى ينقلق. اما ببعض الدول العربيه اللي ما فيها أو ما بيسمحوا فيها بالتظاهر، هدول بقى المغتربين اللي فيها بيقدروا يساعدوا الثورة بأنهم يبعتوا مساعدات وتبرعات للشعب السوري، وبالتالي هنن كمان بيكونوا ساعدوا وبيصيروا كل المغتربين عم يشتغلوا بالثورة. وكمان مشان أنت لما ترجع على بلدك تحس أنك قدمت لها شيء وتقول وتفتخر أنه أنت ساعدت بهالثورة، كمان ما كنت قاعد بس عم تتفرج. أنا عن جد مشان هيك بتمنى من كل قلبي إنه نحن الكل نساعد بعض ونضل إيد واحدة مشان نحرر سوريا، لأنه حرام تكون بين إيدين هيك ناس ما عندهم ضمير ولا إحساس وقلبهم مثل الحجر. والله بلدنا حلوة بس هالنظام خربها ونزعها، ونحن هلأ لازم نرجعها أحلى من الأول. بس علينا إنه نعمل بالأسباب ونتوكل على الله وندعي، لأنه أول شيء النصر جاية من عند الله وبعدين بإيدينا نحن الثوار. وبإذن الله بإذن الله النصر قريب ورح ترجع لنا سوريا. وعاشت سوريا ويسقط بشار الأسد، وسوريا حرة حرة وبشار يطلع برا. Freedom to Syria.